رحم الله الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو مدين، عايشته 25 عاما في النادي الأدبي بجدة، كان رئيسا للنادي وكنت عضوا في مجلس إدارته، كان نموذجا للعمل الثقافي، للمؤمن بالعمل الثقافي، كان مناضلا بما تعنيه كلمة النضال من أجل الثقافة، مؤمنا بأن الثقافة غرم لا غن، لم يكن ينتظر شيئا، كان يؤسس لفعل ثقافي بدأه مذ أصدر الرائد والأضواء وختمه برئاسته للنادي الأدبي. كان نموذجا، قدوة، أستاذا تعلمنا منه الكثير، وترك للأجيال القادمة ما تتعلم منه الكثير كذلك. نعم، يعني بودنا لو تطلعنا على أبرز المحطات في حياته، أبرز الإنجازات التي قدمها للمملكة العربية السعودية. بدءا من عمله كصحفي وإعلامي من خلال إصداره صحيفتي الرائد والأضواء، ثم من خلال عمله في مجال الصحافة محررا ومشرفا على الملحق الأسبوعي لعكاظ، ثم مديرا لمطابع جريدة البلاد، وانتهاءا برئاسته لمجلس إدارة النادي الأدبي خلال حقبة تجاوزت 25 عاما كان فيها النادي منارة للثقافة والوعي بما أنتجه، بما طبعه من مطبوعات، وما عقده من ندوات، وما قدمه من محاضرات كذلك. نعم، كان الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين بشخصه يقدم قدوة للتفاني في العمل من أجل الثقافة. نعم، غفر الله له. كنت معنا الأديب والناقد الدكتور سعيد سريحي، شكرا جزيلا لك.